كويداس كي دايرين لاباس عليكم اموركم مزيانه كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله بصحه جيده قلت لهم قاش نهضر عليكم حيت بسلت المهم البنات الناس كيتقداو من شيئين الحوايج مونطوات سيرفيطات وانا يا لاله كنتقدا اش غنكون كنتقدا في نظركم غير قولوا لي اش انا اش غنكون كنتقدا البنات خديت من شيئين داكشي ديال الحلوى ما كاين ما نخبي عليكم واخا صيفطوا لي يعني صيفطوا لي بزاف هادشي ديال الحلوى ولكن ضروري كتكون خاصك شي حاجه كتجي كيجيك شي ديكور جديد شي واحد كيبغي شي ديكور اللي هو راه ما عندكش ايوا صافي قلت علاش لا هذاك الشيء اللي بان ليا رخيص وبثمن مناسب قلت علاش لا ما ناخذوش ايوا البنات هانا هانا ثاني راه حليت باش نتاكد اشنو فيه هانا البنات المهم البنات دابا غنشارك معكم داك الشيء اللي وصلني غنخفش عليكم شويه خديت هادو ديال الشوكولا ولا ديال يعني كديروا فيهم اللي بغيتو نتوما التزيين ديال الطورطات وفيهم هاد العويدات هذا ديال السيليكون البنات خديت هادو اللي فيهم الارقام يعني بان خاص كتبغي تخدمي شي طورطه كتبغي ديري فيها الرقم يا اما كتخدميها بعجين السكر يا اما كتخدميها بالشوكولا خديت هذه وحتى هي فيها فين كديري العويد الصراحه خديت جوج خديت وحده ديال البنيتات وحده ديال الوليدات ممكن وصلتني غير ديال الوليدات صيفطوا لي جوجات بحال بحال هذا البنات هذه زوينه وعمليه بزاف هذه فين كتحطي لي بوج ديالك فاش كتكوني كتخدمي شي طورطه البوشات يعني اللي غديري فيه الكريمه ديال الزبده اللي غديري فيه الكريمه ديالك اللي يعني اللي غتحشي بها ولا المهم هذا زوين شو كيتحط بحال هكا وكتحطي فيها البوج ديالك هذا زوينه البنات خديت هذه كارطا فورما البنات هذا اش كيقولوا لي الورق ديال الطبخ خديت هذا ديال 15 سنتيم ديال المولات اللي كنخدم بهم وهذا ديال 20 سنتيم راه فيهم 20 بياسه بلاص فيها كلشي شويه خاصني نجلس وبقيت قطعيه بشويه ومن هنا اللهم حيدتهم عليا خديت هذا البنات صفايه ديال البيض خديت هذه ديال لي كاب كيك اللي كتخوي بها لي كاب كيك البنات وكتردوا لهم هذه ديالهم يعني كتحشيهم بداك الشيء اللي بغيتو كتردوها خديت هاد المقصه البنات هادو باش كيخدموا الورده بالكريمه خديت البنات هادو هما هادو اللي كتسدي بهم لي بوش ديالك خديت منهم جوج باكيات خديت هذا البنات على ود داكشي ديال العطريه ولا على ود تيكون عندي بطاط كل حاجه دايره فيها حاجه كنبغي نكتب فيها باش غير نمشي لها ديريكت بلا ما نبقى نقلب هذه ديالاش هذه ديالاش هذا رولو هذا الشيء كامل رخيص البنات والله رولو فيه 100 وخديت هذا البنات هاد التيكي اللي كيلصقوا اللي كتشكري فيهم يعني الناس اللي خداو من عندك الطلبيه خديت هذا البنات بغيت نجربهم في التورطات هادي راه فيها جوج شكيلات فيها هاد الشكل وهذا ما هذا راه مثلثات ما غاديش يبان لكم مزيان
خديت هذه فيها بابيون، فيها كرافات، فيها موستاج. المهم البنات هذه راه كتبان يعني في الا شفتي التصويره ديالها كتبان كبيره، ولكن راه هي راه صغيره. هانتوما خديت هادو حتى هما، باغا نجربهم البنات. هاد التشكيلات لي سر لي كتليسي بيه، ولكن هادو كيكونوا مسنين فيهم تشكيلات. خديت هاد الجوج، خاصني نحبسهم باش ما ننساش. خديت هادي حتى هي، هادي من هادوك لي تيكي اللي كيلصقو ديال اللي كتشكري فيهم. خديت هذا البنات، هذا هو اللي الصراحه والله ما عرفت سميتو بالضبط، ولكن هو اللي يعني كنتي كتصايبي شي طورطه بغيتي تمونطيها في المول اللي طيبتيها في اللي طيبتي فيه الكيك، هذا كديريه من الجناب وكدير كتليسي وكيخرج لك الطورطه ديالك نقيه من الجناب ومقاده يعني بحال الفوق بحال التحت. هذا خديته، هذا ديال يمكن 10 سنتيم ولا 15 سنتيم، بان لي خاصني ناخذ هذا ديال 10، خاصني ناخذ اللي كبر. اشنو اخر باقي عندي هنايا؟ خديت هذا حتى هو اللي كتكتبي بيه كتسوقي بيه. خديت هاد لي بانس البنات، إضاءة، أنحاول أنني نحل. هاد لي بانسون بعد خلاص كنحتاج هادو ما عنديش، إوا صافي وخديتهم. هذا بانسيل، خديت هذا البنات، هذا اللي كتزوق به الصابلي فاش كتبغيو تزوقو به. اشنو اخر؟ خديت هادو، هاد الفراشات اللي مول ديال السيليكون، خاصني دابا كنبقشش شنو وريتكم وشنو اللي باقي ماوريتكمش. كنديرو في لي بوشا البنات، لقيتهم في الانواع والاشكال ورخاص، وخديتهم ان شاء الله شي نهار نشارك معكم كاع داكشي اللي كنخدم بيه. هادو وصلوا شي مقاد شي خاسر، هادو النجيمات الوريده، كاينه هذيك الطايره، وكاين القليب. خديت هادو ديال لي بوبس كيك البنات، هاد الساشيات الصغيورين ديال البوبس كيك، او ميم طو فيهم هذا ديالهم 100 وحده، وكاينين هاد العويدات ديالهم 100، وعاد فاش كتبغي تسديها حتى هي 100 وحده، صراحه زوينين. وخديت هذا البنات، هادو اللي كديروا فيهم هادو اللي كديروا فيهم الشاي، هادو زوينين خديتهم. حتى هادي راه فيها 100 حبه، وهادشي هو اللي خديته البنات انا ديما. الروينه الروينه، ايوا البنات هادشي اللي خديت من شيئين، الصراحه هادشي كان خاصني، و يعني كاليتي زوينه، يعني كاع هادشي اللي وصل كاليتي زوينه من غير هذا البنات. هادو هما اللي وصلوا شي وحدين يعني مهرسين، كيما شي مشكل، المهم انه الشيء الاخر وصل مزيان. واش غنقول لكم، وصلت للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلا جيم بلا جيم بلا جيم، وبارطاجيو
بارطاجيو الفيديو مع الصحاب والحباب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.